خنتكات حقيقة في السنوات الأخيرة يعني أو في هذه السنتين، لأن كانت لدينا ملاحظات في البداية حول المهنية حول الخط التحريري، ولكنها بعد ذلك وبكل صراحة أصبحت مهنية بامتياز وأصبح فيها الرأي والرأي الآخر، وبالتالي هي جريدة متميزة جهوية فرضت موقعها، ويكفي أنها أصبحت حتى مرجعا لبعض القنوات ولبعض بعض 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 المواقع الإلكترونية التي تستشهد بالخبر. هذا يدل على مصداقيتها. إنه جريدة الدخل 24 اليوم وبعد مرور 3 سنوات على انطلاقها مفخرة للمسؤولين والعاملين بها لأبان عن جديتهم في إغناء المشهد الإعلامي داخل الجهة. هذه الأخيرة اللي عرفت ظهور العديد من المواقع الإلكترونية، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على أنه هذا الجسم الإعلامي الجديد أصبح يحظى بحصة متنامية داخل سوق الإعلام المحلي. ونعترفهم اللي أنه الإعلام الإلكتروني أصبح عد احتوى جميع وسائل الإعلام اللي كانت سبقته، هذا نعترف به، ولكن يالتفهمهم اللي تعود شين قال له يعني تحت رسالة سامية ليالتها تعود تحت غطاء مظلة مهنية وقانونية. بالنسبة لطاقم دخلة 24 طاقم يسعى دائما للتطوير من نفسه، وهذا يظهر انخراطهم الدائم في مجموعة من الدورات التكوينية اللي من شأنها أنها ترفع من مستواهم ومن يعني أدائهم المهني خاصة في مجال السمعي البصري. هذا يعطي نحسب لهم كيف ينحسب الجريدة كمنبر التزامها بحرية الرأي ونشر الرأي الآخر، وأيضا حاجب بعض المواقف والتعليقات السلبية اللي هي ضد بعض الأشخاص والمؤسسات، واللي أصلا هي نابعة من نوازع انتقامية شخصية بعد كل البعد عن الحوار الديمقراطي واللباقة. هذا الشيء هو اللي خلى الجريدة تحتل المركز الأول من حيث المشاهدة والمتابعة على الصعيد الأقاليم الجنوبية. في الختام متمنياتي لطاقم الجريدة على العموم بالمزيد من التقدم والارتقاء. وأحرتهاني الجريدة الإلكترونية الداخلة في الذكرى الثالثة لتأسيسها، هذه مناسبة باش نحيوها على المجهودات اللي كتقوم بها. احنا اولا كإعلاميين كنشكروا الزملاء القائمين على هذا الموقع، لانهم فعلا كيبدلوا واحد المجهود اعلامي مهم على مستوى جهة واد دهب الكويرة، لا من خلال يعني الاحداث اللي كيغطيوها ولا حتى السبق الصحفي اللي كيحقوه في بعض الاخبار، واللي يعني كيكون دائما كيكون واحد التمييز على مستوى التغطيه ديال الاحداث. من ناحيه تقنيه فعلا هناك مجهود يبذل في تحسن، اكيد ما غنقولوش كل شيء مزيان، يعني كاين مجهود، ولكن يبدو انه على الاقل انا منين تابعت الجريده في هذه السنتين الاخيرتين يبدو ان هناك تطور مهم من ناحية تقنية، من ناحية تصوير، من ناحية جودة التصوير، من ناحية جودة الصوت، من ناحية جودة المونتاج أيضا. هذا مهم جدا لأن كيبين على أن كاين رغبة في التطور وفي تحسين الأداء الإعلامي. من ناحية المهنية والإعلامية المحضة أيضا هناك تحسن على مستوى التأكد من الأخبار قبل نشرها، وهذا مهم جدا لأن سمعة أي موقع إلكتروني هي من مصداقيته، من نزاهته، وأيضا من قدرته على تبين أكثر من المعلومات اللي كينشرها قبل النشر. هذا في المجمل تقييمي المتواضع لهذه التجربة الفتية ديال موقع الداخلة 24. ولكن اللي كنأكد عليه من هذا الموقع هو أنه الصحافة الإلكترونية في جهة واد دهب الكويرة هي تنحو المنحة الجيد إلى فهمت بأن أدوارها راه جد مهمة في ظل يعني هذا التطور اللي كتعرفوا هذه المدينة. هناك تسارع أيضا على مستوى الأخبار وعلى مستوى التداعيات ديالها، فبالتالي خاص هذه المواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية تشارك بقوة في هذا الركب هذا التنموي اللي كتعرفوا المدينة، وتساهم أيضا في تحسين المستوى ديال الأداء الإعلامي ديالها باش تواكب هذه التطورات. في الختام كان نوجه تحية تقدير لكل المواقع الإلكترونية، ولكن في مقدمتها جريدة الداخلة 24، لأنها حسب تقديري كتحتل مرتبة مهمة
على مستوى عدد القراء وعدد الزوار ديال الصفحات ديالها، وكنطلب منهم انهم يجتهدوا اكثر، لان فعلا محتاجين الاعلام ديال القرب اكثر. حنا كاعلام عمومي نعم كنأدي واحد الوظيفه، لكن الاعلام الالكتروني كيكون اقرب اكثر وعنده قدرة أكثر أيضا على مواكبة الأحداث بشكل أكبر، وقربها وراهنيتها والسرعة في أداء المهمة. احتلال دخلة 24 المرتبة الأولى على صعيد الجهة والمرتبة الأولى في الأقاليم الجنوبية ما جاش من فراغ، فهو الجريدة اللي دائما كتقدم لنا الجديد على مدى 24 ساعة، اللي عن طريقها كنعرفوا أخبار الجهة وأخبار الصحراء المغربية بشكل عام. هذا العمل الدؤوب كيخلينا نتمنى أن هذه الجريدة تبقى متجددة باستمرار كما عودتنا، بالرغم من إمكانياتها المحدودة فهي كتقدم على جميع الجرائد الإلكترونية هنا بالجهة، وكتعتمد على المصداقية، وبصفة خاصة كتقدم دعم للمجتمع المدني اللي أكيد بدايتنا احنا كانت مع الدخلة 24 اللي قدمتنا واحد الدعم اللي صراحة عرفنا على الناس ديال الجهة، ولات جمعيتنا الحمد لله معروفة. فهذا ماشي شيء جديد على الدخلة 24، كتقدموا لجميع الجمعيات اللي كتعمل في هذا الميدان، وأكيد كنتمنوا لها مزيد من التقدم، مزيد من الاستمرارية، وحنا أكيد من المتابعين ديال احنا وجميع سكان ديال جهة مدينة الدخلة. في ذكرى التأسيس للموقع الإلكتروني الدخلة 24 السنة الثالثة، هي حقيقة فرصة باش نهنوا الموقع الإلكتروني الدخلة 24 للمجهودات التي قام بها، حتى وصل الحمد لله الآن المرتبة الأولى في الأقاليم، لا في الجهة ولا في الأقاليم الجنوبية، من 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 لا شيء. هذا الموقع الإخباري الذي نعتز به ونتابعه عودنا بالمصداقية وبالمهنية في العمل. نتمنى من القائمين على الدخلة 24 ان يستمروا في هذا العمل حتى يصلوا الى المراتب التي تطمح اليها هذا الموقع، الذي نتمنى له بهذه المناسبه كل التوفيق وكل النجاح ومزيدا من مناسبه السنه الثالثه لتاسيس هذه الجريده. كنشهدوا عليها العمل الجيد والعمل المتواصل، رغم ان امكانيتها محدوده، بان الناس كتعطي الجوده، كتبان الجوده وكتبان المهنيه والاحترافيه في هذه الجريده، وهي مواكبه الاحداث في جميع المناسبات. في الحمد لله ملي كتدخل، حتى ملي كتدخل الموقع ديالهم كتلقى شي اشياء تسر، وكتغطي جميع الاحداث بجميع المشاكل في الجهه، والحمد لله عندها الست ديالها واصل وغنيه عن التعريف، وكتحتل الرتبه الاولى جهويا على صعيد الجهه وعلى صعيد الاقاليم الجنوبيه. وبالنسبه لنا احنا كمجتمع مدني الحقيقة وصراحة كنعترفوا بها كجريدة، جريدة فوق المستوى، حتى لا قلنا كاع في المستوى راه ماشي في الحق، انا نقول هي انها جريدة فوق المستوى، وكتستحق التنويه والتنويه بشدة، لان دوك الناس خدامين ولله الحمد، وكنتمنوا لهم الاستمرارية في العمل والتوفيق، وكل سنة وهما على خير وبخير. ثلاث سنوات على الانطلاقة الفعلية ديال موقع الدخلة 24، ومن موقعي كفاعل جمعوي ومتتبع لهذا المنبر الإعلامي الجاد، اللي في الحقيقة أرى فيه بأنه يواكب جميع المجالات المتعلقة بالأنشطة المختلفة بجهة واد الذهب القويرة، واللي في الحقيقة ينفتح على جميع الأقلام وعلى جميع الآراء وعلى جميع الفعاليات بدون استثناء أو بدون ميز، واللي في الحقيقة هذه مناسبة اللي تنتمن بها الدور الكبير اللي تلعبه المنبر الإعلامي ديال الدخلة 24، واللي تنتمنى له من صميم قلبي المزيد من التألق والمزيد من النجاح، خدمة للرسالة الإعلامية النبيلة وخدمة للمصالح العامة. الدخلة 24 اللي حقيقة كتخدم كل ما في وسعها لنقل الصورة والحدث في كل المناسبات. ننوه بهذه الجريدة نظرا لتتبعنا يعني لهذه الجريدة منذ نشأتها إلى الآن، فهي تحتل الصدارة ضمن الجرائد الإلكترونية، فإننا نتمنى لكل طاقمها يعني المزيد من العطاء، وتحية لكل
المتتبعين لهذه القناة دخلها. تعتبر داخل 24 من الجرائد الإلكترونية اللي لعبت دور على الصعيد الجهوي والوطني في نقلها الأخبار الثقافية واقتصادية واجتماعية، وهذا نشكره لهذا الثلاث سنوات على الدور اللي لعبته على الصعيد الجهوي، ونشكر عطورها على تواصلهم المباشر مع المثقفين مع السياسيين مع فعاليات المجتمع المدني ومع مجالس المنتخبة، ونتمناوها المزيد. داخل 24 جريدة يعني لعبت دور فعال على صعيد جهة إقليم واد الذهب، والدليل على ذلك أنها أصبحت تحت المرتبة الأولى على الصعيد الجهة والرتبة الأولى على صعيد الأقاليم الجنوبية، وهذا يدل على شيء، وإنما يدل على الدور اللي لعبته في جميع المناسبات على الصعيد، يعني منح تواصل جديد على الصعيد الساكنة. وجريدة تستحق التنويه.